الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأخواتي طلاب التعليم عن بعد في جامعة الدمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة 14 لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل الحديث عن التمييز بين نظم دعم المديريين التنفيذيين ونظم مساندة القرارات. أيضا سوف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، شبكات الحاسب الآلي وبنية شبكات الحاسب الآلي. وقبل الحديث عن هذه المواضيع، خلينا نتذكر سواء المواضيع المهمة اللي تم الحديث عنها في المحاضرة 13. في المحاضرة 13 لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة، تم الحديث عن نظم مساندة القرار الجماعية، وعن أشكال نظم مساندة القرارات الجماعية، وعن أنواع المؤتمرات، وعن نظم مساندة القرار للمنظمات، ونظم دعم المديريين التنفيذيين. بالنسبة لنظم مساندة القرارات الجماعية، حكينا أنها تعتبر نظم مساندة القرار الجماعية هي الأكثر شيوعاً في أنواع نظم مساندة القرار المتعددة للمستخدمين. وحكينا أيضا تعتبر نظم مساندة القرار الجماعية أسلوب مثالي لمساعدة مجموعات المستخدمين في اتخاذ القرارات المشتركة. إذن نظم مساندة القرار الجماعية تعتبر الأسلوب المثالي والأسلوب الأكثر انتشارا لمساعدة مجموعات المستخدمين في اتخاذ القرارات المشتركة. أيضا تطرقنا إلى أهداف نظم مساندة القرار الجماعية، وقلنا من أهداف نظم مساندة القرار الجماعية هي تقليل الخسائر مع الحفاظ على المكاسب الناتجة عن العمل في مجموعات. إذن إن أهداف نظم مساندة القرار الجماعية هي تقليل الخسائر مع الحفاظ على المكاسب الناتجة عن العمل في مجموعات. وحكينا إنه تأثيرات نظم مساندة القرار الجماعية تعتمد على العوامل الظرفية واللي بتحتوي على حجم المجموعة ودرجة تعقيد المهمة ونوع المهمة وعلى جوانب خاصة في التقنية نفسها. إذن أهداف نظم مساندة القرار الجماعية هي تقليل الخسائر مع الحفاظ على المكاسب الناتجة عن العمل في مجموعات، وتأثيرات نظم مساندة القرار الجماعية تعتمد على العوامل الظرفية وجوانب خاصة في التقنية نفسها. العوامل الظرفية بتتعلق في حجم المجموعة، درجة تعقيد المهمة، ونوع المهمة. أيضا تكلمنا وحكينا أن نظم مساندة القرارات الجماعية تحسن الأداء ورضا العميل، وتمتلك القدرة على توليد الأفكار والخيارات والمعرفة. إذن نظم مساندة القرارات الجماعية تحسن الأداء ورضا العميل، وتمتلك القدرة على توليد المعرفة والأفكار والخيارات اللي بتساعد صناع القرار على اتخاذ القرار المناسب أو على اختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروحة كحلول. حكينا أيضا هناك دراسات أيضا تخص المؤثرات الخاصة بتقنية اللي هي الجروب ديسيشن سبورت سيستم نفسها، مثل اللي هي المجهولية أو التعتيم والتوازي والتركيب والتسهيلات. اتطرقنا لكل واحد من هذه الأربعة وحكينا بخصوص المجهولية أو التعتيم. التعتيم على المستخدمين قد يؤدي إلى أداء أفضل في بعض التطبيقات التي يجب فيها إخفاء المستخدمين أو بعضهم لدواعي أمنية أو نظامية. إذن المجهولية أو التعتيم على المستخدمين ممكن أنها تؤدي إلى أداء أفضل في بعض التطبيقات التي يجب فيها إخفاء المستخدمين أو بعضهم لدواعي أمنية أو نظامية. حكينا أظهرت الدراسات أن إعطاء المستخدمين المقدرة على العمل بشكل متوازي هو من المميزات الهامة لاستخدام تقنيات نظم مساندة القرارات الجماعية. وأيضا حكينا يتحسن أداء المجموعة إذا تمت هيكلة تفاعل المستخدمين بواسطة نظام مساندة القرار الجماعية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الهيكلة المقترحة من النظام مناسبة للحالة الخاصة للقرار. ليش؟ لأن عدم توافق الهيكلة مع طبيعة المشكلة قد يؤدي إلى تعقيد النظام وربما عدم فعاليته. إذن يتحسن أداء المجموعة إذا تمت هيكلة تفاعل المستخدمين بواسطة نظام مساندة القرار الجماعية، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون هذه الهيكلة المقترحة من النظام مناسبة للحالة الخاصة للقرار.
عدم التوافق لهذه الهيكلة مع طبيعة المشكلة قد يؤدي إلى تعقيد النظام وربما عدم فعاليته. حكينا عن التسهيلات وقلنا أن استخدام التسهيلات يحسن أيضا من أداء نظم مساندة القرار الجماعية، والتسهيلات عرفناها أنه هي عبارة عن برمجيات تعمل على حل المشكلات الصغيرة أثناء العمل مثل المشكلات الرياضية والإحصائية. إذن استخدام التسهيلات يحسن أيضا من أداء نظام مساندة القرارات الجماعية، وعرفنا التسهيلات وحكينا هي عبارة عن برمجيات تعمل على حل المشكلات الصغيرة أثناء العمل مثل المشكلات الرياضية والإحصائية. أيضا تطرقنا لموضوع مهم وهو أشكال نظم دعم القرارات الجماعية، وقلنا هناك عندنا عدة أشكال. أولا حجرة القرار، ربط الأجهزة على شبكة اتصال محلية اللي هي Local Area Network، الاجتماع المشترك، المؤتمرات بواسطة الحاسوب. إذا عندنا حجرة القرار الشكل الأول. الشكل الثاني ربط الأجهزة على شبكة اتصالات محلية باستخدام Local Area Network، والشكل الثالث اللي هو الاجتماع المشترك، والشكل الرابع اللي هو المؤتمرات بواسطة الحاسوب. بالنسبة لحجرة القرار، عرفنا إيش هي حجرة القرار، شو مكوناتها. قلنا إنه حجرة القرار هي حجرة مجهزة بالتسهيلات الفنية والحاسوبية، يجتمع فيها مجموعة صغيرة من المشاركين معا في قاعة واحدة وجها لوجه، وفي مركز القاعة يكون مسهل الاجتماع وهو الذي ينظم الاجتماع، ويكون لكل مشترك جهاز خاص لعرض الأفكار وتلخيص النتائج البيانات وعرضها على المشاركين. إذن حجرة القرار هي عبارة عن حجرة مجهزة بالتسهيلات الفنية والحاسوبية، يجتمع فيها مجموعة صغيرة من المشاركين معا في قاعة واحدة وجها لوجه، وفي مركز القاعة يكون مسهل الاجتماع. مين هو مسهل الاجتماع؟ الشخص اللي بنظم الاجتماع، ويكون لكل مشترك جهاز خاص لعرض الأفكار وتلخيص نتائج البيانات وعرضها على المشاركين. أما بالنسبة للشكل الثاني اللي هو ربط الأجهزة على شبكة اتصالات محلية باستخدام Local Area Network، وحكينا أنه في هذا الشكل لا يلتقي جميع الأعضاء في حجرة واحدة، ولكن يظل كل منهم في مكانه الخاص، ولكنه يستطيع التفاعل مع باقي أعضاء الجماعة من خلال محطة عمل خاصة به، وذلك باستخدام شبكة المناطق المحلية. وهنا يدخل عضو الفريق تعليقاته عن طريق لوحة المفاتيح، ويرى التعليقات الخاصة بالأعضاء الآخرين على الشاشة. إذن الشكل الثاني وهو ربط الأجهزة على شبكة اتصالات محلية، وفي هذا الشكل لا يلتقي جميع الأعضاء في حجرة واحدة، ولكن يظل كل منهم في مكانه الخاص، ممكن تكون حجرة مكتبية، ولكنه يستطيع التفاعل مع باقي أعضاء الجماعة من خلال محطة عمل خاصة به، وذلك باستخدام شبكة المناطق المحلية Local Area Network. وهنا يدخل العضو تعليقاته واجتهاداته وآراؤه عن طريق لوحة المفاتيح، ويرى التعليقات الخاصة بالأعضاء الآخرين على الشاشة. بالنسبة للشكل الثالث وهو الاجتماع المشترك، وحكينا عن الاجتماع المشترك، عندما يكون المجتمعون بأعداد كبيرة يتم استخدام هذا النوع من الأشكال، ولا يستطيعون استخدام حجرة القرار، فيكون عندها الاجتماع المشترك هو الذي يحقق الغرض، إذ تستفيد المجموعات الكبيرة من التقنيات الاتصالات والفيديو في تنفيذ الاجتماعات. أيضا يمكن استخدام شبكة المناطق المحلية أو شبكة المناطق الواسعة للتنفيذ، وهذا الإشي بيعتمد على تباعد المسافات. إذا يمكن استخدام شبكة المناطق المحلية أو شبكة المناطق الواسعة للتنفيذ، ويعتمد ذلك على مدى تباعد المسافات ومدى تباعد المجموعة عن بعضها البعض، ويحدث الربط والتشبيك الإلكتروني بين غرف القرارات وبخاصة في المؤسسات الكبيرة التي تضم عددا كبيرا من الفروع أو الشركات. إذا الاجتماع المشترك إمتى يتم استخدامه؟ عندما يكون المجتمعون بأعداد كبيرة ولا يستطيعون استخدام حجرة القرار، فيكون عندها الاجتماع المشترك هو الذي يحقق الغرض، إذ تستفيد المجموعات الكبيرة من التقنيات الاتصالات والفيديو في تنفيذ الاجتماعات. ويمكن استخدام شبكة المناطق المحلية أو شبكة المناطق الواسعة للتنفيذ، ويعتمد ذلك على مدى تباعد المسافات ومدى تباعد المجموعة عن بعضها البعض،
ويحدث الربط والتشبيك الإلكتروني في الاجتماع المشترك، وخصوصا بين غرف القرارات وبخاصة في المؤسسات الكبيرة التي تضم عددا كبيرا من الفروع أو الشركات. الشكل الرابع وهو المؤتمرات بواسطة الحاسوب، وحكينا عندما تكون المجموعات كبيرة وموزعة على مناطق جغرافية متباعدة، فإن المكتب الافتراضي يعطي رخصة مرور الاتصالات بين تلك المجموعات، ونعرف هذه التطبيقات الجماعية باسم تطبيقات المؤتمرات الحاسوبية، واللي بتتضمن المؤتمرات بواسطة التقنية السمعية، المؤتمرات بواسطة التقنية المرئية، والمؤتمرات بواسطة التقنية الصوتية. إذن المؤتمرات بواسطة الحاسوب يتم استخدامها عندما تكون المجموعات كبيرة وموزعة على مناطق جغرافية متباعدة. حكينا إنه المكتب الافتراضي في هذه الحالة يعطي رخصة مرور الاتصالات بين تلك المجموعات، ونعرف هذه التطبيقات الجماعية باسم تطبيقات المؤتمرات الحاسوبية. حكينا إنه بتتضمن عنا ثلاث أنواع من التقنية: أولاً المؤتمرات بواسطة التقنية السمعية، المؤتمرات بواسطة التقنية الصوتية، والمؤتمرات بواسطة التقنية المرئية. حكينا عن المؤتمرات بواسطة التقنية السمعية، وحكينا إنه المؤتمرات بواسطة التقنية السمعية هي القدرة على المحادثة والتشاور بين مجموعة من الأفراد بالتزامن رغم تواجدهم في أماكن متباعدة باستخدام الهاتف أو برمجيات البريد الإلكتروني الجماعي، ولكن مع عدم إمكانية رؤية المشاركين لبعضهم البعض. إذن المؤتمرات بواسطة التقنية السمعية توفر القدرة على المحادثة والتشاور بين مجموعة من الأفراد بالتزامن رغم تواجدهم في أماكن متباعدة باستخدام الهاتف أو برمجيات البريد الإلكتروني الجماعي، ولكن مع عدم إمكانية رؤية المشاركين لبعضهم البعض. أما بالنسبة للمؤتمرات بواسطة التقنية الصوتية، فهي عبارة عن مؤتمرات تعتمد على التجهيز التلفزيوني الخاص بالصوت، إذ تتيح للمشاركين إرسال الصوت واستقباله، ويمكن أن يتيح ذلك اجتماعات غير مهيكلة بين أعضاء متواجدين في أماكن متباعدة، مع ملاحظة عدم إمكانية رؤية المشاركين لبعضهم البعض. إذن المؤتمرات بواسطة التقنية الصوتية تعتمد على التجهيز التلفزيوني الخاص بالصوت، إذ تتيح للمشاركين إرسال الصوت واستقباله، ويمكن أن يتيح ذلك اجتماعات غير مهيكلة بين أعضاء متواجدين في أماكن متباعدة، مع ملاحظة عدم إمكانية رؤية المشاركين لبعضهم البعض. أما بالنسبة للمؤتمرات بواسطة التقنية المرئية، وحكينا إنه هذا النوع من المؤتمرات بتشابه مع الاجتماعات عن بعد من حيث الشروط وإمكانية التلاقي وعقد المؤتمرات، وإنه كل شخص في مكانه، لكن تمتاز هذا النوع من المؤتمرات بإمكانية رؤية المشتركين لبعضهم البعض على الشاشات المتلفزة، وذلك باستخدام شبكة المناطق الواسعة الوايد أريا نتورك، ويمكن استخدامها في عقد المؤتمرات عموما ومجالس الإدارات المنتشرة في الفروع المختلفة، بحيث يتمكن كل مشترك من المشاركة دون تكلف عناء الحضور. إذن تتشابه المؤتمرات بواسطة التقنية المرئية مع الاجتماعات عن بعد من حيث الشروط وإمكانية التلاقي وعقد المؤتمرات وكل شخص في مكانه، ولكنها تمتاز بإمكانية رؤية المشتركين لبعضهم البعض على الشاشات المتلفزة، وذلك باستخدام شبكة المناطق الواسعة، ويمكن استخدامها في عقد المؤتمرات عموما ومجالس الإدارات المنتشرة في الفروع المختلفة، بحيث يتمكن كل مشترك من المشاركة دون تكلف عناء الحضور. أيضا تكلمنا عن نظم مساندة القرار للمنظمات، وحكينا هناك وجهة نظر قديمة لنظم مساندة القرار للمنظمات عرفتها بأنها معالج معرفة مع مجموعة من المستخدمين ومجموعة من مكونات الحواسيب منظمة معا وفقا لقواعد وأدوار وعلاقات لحل مشكلة اتخاذ القرار أو لحل مشكلة اتخاذ قرار يخص المنظمة. إذن هناك وجهة نظر قديمة لنظم مساندة القرار للمنظمات عرفتها بأنها معالج معرفة مع مجموعة من المستخدمين ومجموعة من مكونات الحواسيب منظمة معا وفقا لقواعد وأدوار وآلية عمل
وعلاقات لحل مشكلة اتخاذ قرار يخص المنظمة. وهنا كل مكون سواء كان مستخدم أو حاسوب ينظر له كمعالج ذكي قادر على حل فئة من المشكلة سواء بمفرده أو بالتعاون مع مكونات أخرى، ويتم التواصل بين المكونات في هذه الحالة بتبادل الرسائل سواء رسائل طلب أو رسائل رد. إذن كل مكون في نظم مساندة القرار للمنظمات سواء كان مستخدم أو حاسوب ينظر له كمعالج ذكي intelligent processor قادر على حل فئة من المشكلة سواء بمفرده أو بالتعاون مع مكونات أخرى، ويتم التواصل بين هذه المكونات من خلال تبادل الرسائل سواء رسائل طلب أو رسائل رد. حكينا عن الفكرة الرئيسية في تعريف نظم مساندة القرار للمنظمات، وحكينا اللي هو الفكرة الرئيسية توضيح مفهوم توزيع حل المشكلة بين معالجات المعرفة الحاسوبية والإنسانية والتواصل بين هذه المكونات والتنسيق بينها للوصول للقرار النهائي. إذن الفكرة الرئيسية في تعريف نظم مساندة القرار للمنظمات هو توضيح مفهوم توزيع حل المشكلة بين معالجات المعرفة الحاسوبية والإنسانية والتواصل بين هذه المكونات والتنسيق بينها للوصول للقرار النهائي. وحكينا بشكل عام تهتم نظم مساندة القرار للمنظمات بمستوى تخطيط موارد المؤسسة، كما يمكنها المساهمة على مستوى معالجة الصفقات وأنظمة التقارير. إذن بشكل عام تهتم نظم مساندة القرار للمنظمات بمستوى تخطيط موارد المؤسسة، أيضا يمكنها المساهمة على مستوى معالجة الصفقات وأنظمة التقارير. أيضا حكينا أن نظم مساندة القرارات للمنظمات لها الخواص التالية: أولا، نظام مساندة القرار للمنظمات يحتوي تقنيات حاسوبية وتقنيات اتصال بين المكونات. إذن هذا النوع من النظم يحتوي على تقنيات حاسوبية وتقنيات اتصال بين المكونات. أيضا نظام مساندة القرارات للمنظمات تناسب المستخدمين الذين يقومون بوظائف تنظيمية مختلفة ويشغلوا مناصب مختلفة في الهيكل التنظيمي للمنظمة. أيضا نظام مساندة القرار للمنظمات يهتم بالقرارات التي تحتك بكل وحدات المنظمة أو بقطاع عريض منها. إذن نظام مساندة القرارات للمنظمات لها الخواص التالية: أولا، تحتوي على تقنيات حاسوبية وتقنيات اتصال بين المكونات تناسب المستخدمين الذين يقومون بوظائف تنظيمية مختلفة ويشغلوا مناصب مختلفة في الهيكل التنظيمي للمنظمة، تهتم بالقرارات التي تحتك بكل وحدات المنظمة أو بقطاع عريض منها. أيضا تكلمنا عن نظم دعم المديريين التنفيذيين، وحكينا يطلق عليها البعض أحيانا نظم الإدارة العليا أو نظم معلومات منفذي الإدارة العليا أو نظم المعلومات التنفيذية أو نظم المعلومات الاستراتيجية. وتطرقنا لمفهوم نظم دعم المدراء التنفيذيين، وحكينا هي نظم للمعلومات تعتمد على الحاسوب صممت لمواجهة الحاجات الخاصة من المعلومات لمديري الإدارة العليا أو للمدراء التنفيذيين، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات أثناء ممارساتهم الإدارية المتعلقة بصفة خاصة بالتخطيط الاستراتيجي والرقابة الإدارية والتركيز على البيئة الخارجية والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية والإدارية والاقتصادية. إذن مفهوم نظم دعم المديريين التنفيذيين أو نظم دعم الإدارة العليا أو نظم دعم المدراء التنفيذيين هي عبارة عن نظم للمعلومات تعتمد على الحاسب صممت لمواجهة الحاجات الخاصة من المعلومات لمديري الإدارة العليا أو للمدراء التنفيذيين، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات أثناء ممارستهم الإدارية المتعلقة بصفة خاصة بالتخطيط الاستراتيجي والرقابة الإدارية والتركيز على البيئة الخارجية والتكيف مع المتغيرات التكنولوجية والإدارية والاقتصادية. أيضا حكينا هناك بعض من الاعتبارات اللازم توفرها في نظم المعلومات التنفيذية، وحكينا إنه من الحيوي أن تقوم نظم المعلومات التنفيذية بتلبية الاحتياجات الحقيقية للإدارة العليا. أيضا تعتبر سرعة استجابة النظام لاحتياجات الإدارة العليا
وقدرتها على تجهيز المعلومات بوسائط متعددة سهلة الاستخدام والتجهيز من الشروط الأساسية لتوفير درجة معقولة من الكفاءة والفعالية في عمل النظام. وثالثا، يجب أن تحتوي نظم المعلومات التنفيذية على معلومات وافية من البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. أعيد للأهمية، الاعتبارات اللازم توفرها في نظم المعلومات الإدارية: أولا، أنه من الحيوي أن تقوم نظم المعلومات التنفيذية بتلبية الاحتياجات الحقيقية للإدارة العليا. ثانيا، يجب أن تحتوي نظم المعلومات التنفيذية على معلومات وافية عن البيئة الداخلية والخارجية للمنظومة أو للمنظمة سوري. ثالثا، تعتبر سرعة استجابة النظام لاحتياجات الإدارة العليا وقدرته على تجهيز المعلومات بوسائط متعددة سهلة الاستخدام والتجهيز من الشروط الأساسية لتوفير درجة معقولة من الكفاءة والفعالية في عمل النظام. حكينا أيضا عن فوائد نظم دعم المديرين التنفيذيين، وحكينا من هذه الفوائد: أولا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على مواجهة المشاكل غير المهيكلة عند حدوثها في المستوى الاستراتيجي للمنظمة. ثانيا، المساعدة في تزويد البيانات من المصادر الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف، حيث يمكنها تقديم الجداول والرسومات المختلفة، مما يساعد الإدارة في مراقبة عوامل النجاح المعيارية مثل تحديد الربحية، النسب المالية، الحصة السوقية ومقارنتها بالمعايير الأساسية للمنتجات. ثالثا، المساعدة في تزويد البيانات الخارجية عن طريق المسح البيئي بواسطة استخبارات الأعمال عن طريق شبكة الإنترنت للتعرف على التغييرات البيئية وتحديد الفرص والتهديدات البيئية التي يمكن أن تواجهها المنظمة. رابعا، القدرة على التحرك من بيانات ملخصة إلى بيانات ملخصة أقل فأقل للوصول إلى حد أدنى من التفاصيل، حيث المعلومات المختصرة التي يجب أن تقدم للإدارة العليا. خامسا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على تحليل المقارنة، تحديد الاتجاهات والتنبؤ بها مثل التغيير في اتجاهات السوق والتي تسهل مراقبة الأداء وتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الإدارة الاستراتيجية. أيضا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على زيادة مساحة المراقبة والسيطرة لتسمح لهم برؤية عدد أكبر من مصادر أقل واتخاذ القرار المناسب عند تغيير الظروف. إذن، من فوائد نظم دعم المديريين التنفيذيين: أولا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على مواجهة المشاكل غير المهيكلة عند حدوثها في المستوى الاستراتيجي للمنظمة. ثانيا، المساعدة في تزويد البيانات من المصادر الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف، حيث يمكنها تقديم الجداول والرسومات المختلفة اللي بتساعد الإدارة على مراقبة عوامل النجاح المعيارية، وحكينا مثل تحديد الربحية، النسب المالية، الحصة السوقية ومقارنتها بالمعايير الأساسية للمنشأة. ثالثا، المساعدة في تزويد البيانات الخارجية عن طريق المسح البيئي بواسطة استخبارات الأعمال عن طريق شبكة الإنترنت للتعرف على التغييرات البيئية وتحديد الفرص والتهديدات البيئية التي يمكن أن تواجه المنظمة. رابعا، القدرة على التحرك من بيانات ملخصة إلى بيانات ملخصة أقل فأقل للوصول إلى حد أدنى من التفاصيل، حيث المعلومات المختصرة التي يجب أن تقدم للإدارة العليا. خامسا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على التحليل وعلى مقارنة وتحديد الاتجاهات والتنبؤ بها مثل التغيير في اتجاهات السوق والتي تسهل مراقبة الأداء وتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه الإدارة الاستراتيجية. سادسا، مساعدة المدراء التنفيذيين في الإدارة العليا على زيادة مساحة المراقبة والسيطرة لتسمح لهم برؤية عدد أكبر من مصادر أقل واتخاذ القرار المناسب عند تغيير الظروف. التمييز بين نظم دعم المديريين التنفيذيين ونظم مساندة القرارات:
تشبه نظم مساندة القرارات من حيث مكوناتها وتقنياتها نظم المعلومات التنفيذية، حيث يوجد عناصر مشتركة في كل من النظامين، مثل قاعدة النماذج، قاعدة البيانات، وقدرات عرض المعلومات والتقارير باستخدام الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى أن هذه النظم تعتبر من النظم البسيطة الصديقة للمستفيد النهائي، وبالتالي يمكن بسهولة تعلم تقنياتها والتدريب على استخدامها. إذن تشبه نظم مساندة القرارات من حيث مكوناتها وتقنياتها نظم المعلومات التنفيذية، حيث يوجد عناصر مشتركة في كل من النظامين. أولا قاعدة النماذج، قاعدة البيانات، وقدرات عرض معلومات والتقارير باستخدام الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى أن هذه النظم تعتبر من النظم البسيطة الصديقة للمستفيد النهائي، وبالتالي يمكن بسهولة تعلم تقنياتها والتدريب على استخدامها. أيضا إن الاختلاف الجوهري بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفيذية هو أن هذه الأخيرة مصممة لدعم الإدارة العليا حصريا، على عكس نظم مساندة القرارات التي تستخدم من قبل عدة أطراف، ممكن من قبل الإدارة العليا، وأيضا يتم استخدامها من قبل الإدارة الوسطى، ويتم استخدامها أيضا من قبل صناع المعرفة ومحللي النظم وغيرهم من الأفراد العاملين في إدارات نظم المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات. إذن إن الاختلاف الجوهري بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفيذية هو أن نظم المعلومات التنفيذية تستخدم حصريا لدعم الإدارة العليا، على عكس نظم مساندة القرارات اللي ممكن استخدامها من قبل الإدارة العليا، وممكن استخدامها من قبل الإدارة الوسطى، ومن قبل صناع المعرفة، ومن قبل محللي النظم وغيرهم من الأفراد العاملين في إدارة نظم المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات. أيضا مثل ما حكينا سابقا تشبه نظم مساندة القرارات اللي هي نظم دعم المديريين التنفيذيين، تشبه نظم مساندة القرارات من حيث المكونات ومن حيث التقنيات. كيف؟ نظم مساندة القرارات تحتوي على قاعدة نماذج، تحتوي على قاعدة بيانات، تحتوي على قدرات عرض معلومات والتقارير باستخدام الوسائط المتعددة. أيضا نظم دعم المديريين التنفيذيين تحتوي على قاعدة نماذج، تحتوي على قاعدة بيانات، تحتوي على قدرات خاصة لعرض المعلومات والتقارير باستخدام الوسائط المتعددة. أيضا هذول النوعين من النظم تعتبر من النظم البسيطة الصديقة للمستفيد النهائي، وبالتالي يمكن للمستفيد النهائي أن يتعامل معها بسهولة، ممكن أنه يتدرب على التقنيات المستخدمة في هذا النوع من النظم بسهولة ويسر. أيضا إن كل من نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفيذية مصممة لدعم وتحسين عملية اتخاذ القرارات. إذن هذا وجه من الشبه بيناتهم، النوعين من النظم مصممين لغاية دعم القرارات الاستراتيجية للمنظمة، فإن نوع القرارات التي تتخذ في مستوى الإدارة العليا التنفيذية يختلف عن نوع القرارات التي تتخذ في مستوى الإدارة الوسطى، وبالتالي تستخدم نظم المعلومات التنفيذية لدعم القرارات الاستراتيجية الغير مهيكلة، بينما تستخدم نظم مساندة القرارات لدعم قرارات الإدارة الوسطى اللي هي المستوى الإداري أو المستوى التكتيكي، واللي بتشتمل على القرارات التكتيكية بالإضافة إلى دعمها للقرارات غير الهيكلية. إذن ومع أن كل من نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات التنفيذية مصممة لدعم وتحسين عملية اتخاذ القرارات، لكن مثل ما حكينا سابقا في فرق بالقرارات اللي بتم اتخاذها على مستوى المستويات المختلفة. عندنا قرارات على المستوى التشغيلي، قرارات على المستوى الإداري أو التكتيكي، قرارات على المستوى الاستراتيجي. إذن فإن كل نوع من القرارات التي تتخذ في مستوى الإدارة العليا التنفيذي يختلف عن نوع القرارات التي تتخذ في مستوى الإدارة الوسطى، وبالتالي تستخدم نظم المعلومات التنفيذية لدعم القرارات الاستراتيجية غير المهيكلة، بينما تستخدم نظم مساندة القرارات لدعم قرارات الإدارة الوسطى القرارات التكتيكية، بالإضافة إلى دعمها للقرارات غير الهيكلية. أيضا نظم المعلومات التنفيذية دورها لا يقتصر على دعم القرارات غير الهيكلية للإدارة العليا فحسب، وإنما يمتد ليشمل تزويد الإدارة العليا بالمعلومات الاستراتيجية المبنية على قدرات الاستعلام الذكي والتنقيب الذكي عن البيانات.
لإنتاج معلومات متعددة الأبعاد والأوجه، ولا تنحصر المعلومات التي تقدمها المعلومات نظم المعلومات التنفيذية في مجال وظيفي محدد، وإنما هي معلومات معمقة تعكس رؤية شاملة للمنظمة وتتضمن مؤشرات أداها الاستراتيجي. وبالمقابل تستند نظم مساندة القرارات على معلومات تفصيلية في مجالات رئيسية محددة تبنى على أساس نماذج القرارات المقترحة. إذن نظم المعلومات التنفيذية دورها لا يقتصر على دعم القرارات غير الهيكلية للإدارة العليا فحسب، وإنما يمتد ليشمل تزويد الإدارة العليا بالمعلومات الاستراتيجية المبنية على قدرات الاستعلام الذكي والتنقيب الذكي. وسابقا حكينا عن التنقيب في البيانات اللي هو لإنتاج معلومات متعددة الأبعاد ومتعددة الأوجه، واللي بتساعد صناع القرار على اتخاذ القرار المناسب أو اختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروحة كحلول. أيضا لا تنحصر المعلومات التي تقدمها نظم المعلومات التنفيذية في مجال وظيفي محدد، وإنما هي معلومات معمقة تعكس رؤية شاملة للمنظمة وتتضمن مؤشرات أدائها الاستراتيجي. وبالمقابل تستند نظم مساندة القرارات على معلومات تفصيلية في مجالات رئيسية محددة تبنى على أساس نماذج القرارات المقترحة. أيضا بصورة عامة توفر نظم المعلومات التنفيذية للإدارة العليا معلومات جوهرية ملخصة، وإن كانت تسمح بالدخول إلى مستويات عميقة التفاصيل بسبب القدرات التي تمتلكها، لكن هذه المعلومات تختلف في تفاصيلها وأغراضها عن المعلومات التي ترافق عملية تحليل البيانات ونمذجة البدائل في نظم مساندة القرارات. إذا بصورة عامة توفر نظم المعلومات التنفيذية للإدارة العليا معلومات جوهرية ملخصة، وإن كانت تسمح بالدخول إلى مستويات عميقة التفاصيل بسبب القدرات المتاحة في نظم المعلومات التنفيذية. هذه المعلومات تختلف في تفاصيلها وأغراضها عن المعلومات التي ترافق عملية تحليل البيانات ونمذجة البدائل في نظم مساندة القرارات. الآن نأتي للحديث عن الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة. جون مكارثي هو الذي قدم مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام 1956، ويعني به مقدرة الحاسب الآلي على القيام بوظائف تحاكي ما يقوم به المخ البشري، وجعل الحاسب يفكر كما يفكر الإنسان ويفعل كما يفعل الإنسان، أيضا الكيفية التي يفكر بها الإنسان وتطوير العتاد والبرامج التي تحاكي عمل المخ البشري. إذن جون مكارثي هو الذي قدم مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام 1956، ويعني به المقدرة الحاسب الآلي على القيام بوظائف تحاكي ما يقوم به المخ البشري أو الكيفية التي يفكر بها الإنسان وتطوير العتاد والبرامج التي تحاكي عمل المخ البشري. أيضا هو حقل واسع تمتد جذوره إلى حقول متعددة تشمل علم الحاسب الآلي وعلم النفس المعرفي واللغويات والفلسفة. النظم الخبيرة تسمح للحاسب أن يعمل مثل الخبير في مجال معين، كما يمكن الإنسان الآلي من تطوير آلات تقوم بأعمال الإنسان الدقيقة والروتينية والخطرة. مثال على هذه الأعمال تجميع السيارة. إذن جون مكارثي هو الذي قدم مصطلح الذكاء الاصطناعي عام 1956، ويعني به مقدرة الحاسب الآلي على القيام بوظائف تحاكي ما يقوم به المخ البشري من وظائف، أيضا الكيفية التي يفكر بها الإنسان وتطوير العتاد والبرامج التي تحاكي عمل المخ البشري، والتي تهدف إلى جعل الحاسب يفكر كما يفكر الإنسان ويفعل كما يفعل الإنسان. أيضا هو حقل واسع تمتد جذوره إلى حقول متعددة تشمل علم الحاسب الآلي وعلم النفس المعرفي واللغويات والفلسفة. حكينا تسمح النظم الخبيرة للحاسب أن يعمل مثل الخبير في مجال معين حسب البرمجة التي يتم وضعها من خلال هذا الحاسب، كما يمكن الإنسان الآلي من تطوير آلات تقوم بأعمال الإنسان الدقيقة والروتينية والخطرة. ومثال عليها حكينا اللي هو مثال تجميع السيارات اللي الآن بتم من خلال الرجل الآلي.
نأتي لتعريف الذكاء الاصطناعي، وهو ذكاء من صنع أو ابتكار الإنسان يتم الحصول عليه من خلال إعطاء الحاسوب القدرة المبرمجة على أداء بعض الأعمال التي تقرن غالبا بمفهوم الذكاء البشري، مثل القدرة على التعلم واتخاذ القرارات. إذن الذكاء الاصطناعي هو ذكاء من صنع أو ابتكار الإنسان يتم الحصول عليه من خلال إعطاء الحاسوب القدرة المبرمجة على أداء بعض الأعمال التي تقرن غالبا بمفهوم الذكاء البشري، مثل القدرة على التعلم واتخاذ القرارات. بالمناسبة، عن الحديث عن الذكاء الاصطناعي أخذنا سابقا اللي هو الذكاء في الأعمال، ولازم الجميع يا إخوان يفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء في الأعمال. نتذكر سوا حكينا عن الذكاء في الأعمال، هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الموجهة نحو المستخدم والتي تقوم بالوصول إلى المعلومات واستكشافها، ثم تحليل هذه المعلومات وتطوير طريقة فهمها، مما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرارات الإدارية. إذن الذكاء في الأعمال هو مجموعة من الإجراءات الموجهة نحو المستخدم والتي تقوم بالوصول إلى المعلومات واستكشافها، ثم تحليل هذه المعلومات وتطوير طريقة فهمها، مما يؤدي إلى تحسين اتخاذ القرارات الإدارية. أيضا حكينا أن مفهوم الذكاء في الأعمال بيعتمد بوجه عام على تحليل الأعمال، واللي بيتم من خلال تجميع المعلومات عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة، كعمليات البيع، عمليات التسويق، سلوك الزبائن، سلوك الأنظمة الداخلية، أنظمة الموردين. وبعد تجميع المعلومات من هذه الأنظمة، يجري تنظيمها وتخزين هذه المعلومات بطريقة تسهل الوصول إليها ومعالجتها وعرضها باستخدام العديد من التقنيات، مثل الاستعلامات، التحليلات، التقارير، أدوات التنقيب في البيانات. إذن يعتمد مفهوم الذكاء في الأعمال بوجه عام على تحليل الأعمال عن طريق تجميع المعلومات عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة، ومن ثم تنظيم هذه المعلومات وتخزينها بطريقة تسهل الوصول إليها ومعالجتها وعرضها باستخدام العديد من التقنيات، مثل التقارير، الاستعلامات، التحليلات، والتنقيب في البيانات. وحكينا عن الذكاء في الأعمال وشرحنا الهرم اللي كان يعبر عن التموضع المنطقي للتقنيات المختلفة للذكاء في الأعمال وفقا لقيمتها الكامنة. وحكينا أنه الهرم مكون من 6 مراحل، اللي هي مصادر المعطيات، مخازن المعطيات، استكشاف المعطيات، التنقيب في المعطيات، وعرض المعطيات، واتخاذ القرارات. وشرحنا كل مرحلة منهم وقلنا أنه هذا الهرم مهم جدا. إذن يجب على الجميع يفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء في الأعمال. عرفنا الذكاء الاصطناعي وعرفنا الذكاء في الأعمال وعرفنا شو الفرق بيناتهم. خصائص الذكاء البشري وعلاقته بالذكاء الاصطناعي. الذكاء البشري يمتلك القدرة على التعلم من الخبرات الماضية، ونفس الشيء الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على التعلم من الخبرات الماضية. أيضا تطبيق المعرفة التي نحصل عليها من الخبرة متوفر في الذكاء البشري متوفر في الذكاء الاصطناعي. التعامل مع الأمور المعقدة والمحيرة، حل المشاكل مع غياب معلومات هامة، تحديد الأشياء والأمور الهامة، المقدرة على التفكير وتحديد الأسباب، القدرة على التصور والإبداع، رد الفعل الصحيح في المواقف الجديدة، فهم وإدراك الأمور المرئية، استخدام التجربة والخطأ لاستكشاف الأمور. إذن خصائص الذكاء البشري وعلاقته بالذكاء الاصطناعي: 2، يمتلك القدرة على التعلم من الخبرات الماضية، تطبيق المعرفة التي نحصل عليها من الخبرة، التعلم مع الأمور المعقدة والمحيرة، التعامل مع الأمور المعقدة والمحيرة، حل المشاكل مع غياب معلومات هامة، تحديد الأشياء والأمور الهامة، المقدرة على التفكير وتحديد الأسباب، القدرة على التصور والإبداع، رد الفعل الصحيح في المواقف الجديدة، فهم وإدراك الأمور المرئية، استخدام التجربة والخطأ لاستكشاف الأمور. الآن نأتي للحديث عن مفهوم النظم الخبيرة وتعريفها. النظم الخبيرة هي نماذج ونظم تفاعلية مبنية على الحاسبات الآلية والمعرفة المتراكمة، قواعد، نظريات، مسلمات، رول، مصممة بحيث تحاكي تفكير الخبير البشري بغرض التوصل إلى حلول للمشاكل من خلال استخدام هذه المعرفة ومن خلال إجراءات استدلالية، ووضع توصيات للمساعدة في عملية اتخاذ القرار
للإنسان غير الخبير، أي يأخذ الحقائق من تفكير وفكر الخبراء، ثم يقوم المختصين بتغذية برمجيات الحاسوب بهذه المعرفة، والتي تمكن المدير أو أعداد أخرى للرجوع إليها. إذن النظم الخبيرة هي نماذج ونظم تفاعلية مبنية على الحاسبات الآلية والمعرفة المتراكمة. وحكينا المعرفة هاي ممكن تكون عبارة عن قواعد، نظريات، مسلمات، قوانين معينة مصممة بحيث تحاكي تفكير الخبير البشري، بغرض التوصل إلى حلول للمشاكل من خلال استخدام هذه المعرفة، ومن خلال إجراءات استدلالية ووضع توصيات للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. لمين؟ للإنسان غير الخبير، أي يأخذ الحقائق من تفكير وفكر الخبراء، ثم يقوم المختصين بتغذية برمجيات الحاسوب بهاي الحقائق وبهاي الخبرة بهاي المعرفة، والتي تمكن المدير أو أعداد أخرى للرجوع إليها. وهذه النظم تتعامل مع حالات عدم التأكد بناء على قواعد المعرفة المخزنة في البرنامج الخبير، حيث يقوم البرنامج الخبير بوضع الاستدلالات الخاصة للوصول إلى استنتاجات معينة وعرضها على طالب الاستشارة غير الخبير. ومن الممكن أن يقدم له المنطق الذي استند إليه البرنامج في استنتاجاته. إذن هذه النظم تتعامل مع حالات عدم التأكد بناء على قواعد المعرفة المخزنة في البرنامج الخبير، حيث يقوم البرنامج الخبير بعمل الاستدلالات الخاصة للوصول إلى استنتاجات معينة وعرضها على طالب الاستشارة غير الخبير. ومن الممكن أن يقدم له المنطق الذي استند إليه البرنامج في استنتاجاته. خصائص النظم الخبيرة: أولا، القدرة على الحصول على المعرفة والخبرات البشرية النادرة وحفظها وتفسير استخدامها في مجال معين. ثانيا، تقديم الحلول المبنية على المعرفة والخبرة للمشاكل المعقدة في زمن قياسي، مع النظر إلى المشاكل من زوايا متعددة. ثالثا، تحقيق المشاركة الإنسانية في الاستفادة من الخبرات البشرية النادرة وعدم إهدارها، وذلك بتوفير هذه الخبرات في أكثر من مكان وفي وقت واحد. رابعا، القدرة على شرح أسباب أخذ الحلول المقترحة، وهذه من أهم الفوائد للنظام. خامسا، القدرة على استخلاص الاستنتاجات من قواعد معينة للتصرف ومن علاقات معقدة. سادسا، القدرة على التعامل مع المعلومات الناتجة من النظام. سابعا، القدرة على التصرفات الذكية، مثل اقتراح الأفكار ومداخل جديدة لحل المشاكل بناء على معلومات معينة. إذن خصائص النظم الخبيرة: أولا، القدرة على الحصول على المعرفة والخبرات البشرية النادرة وحفظها وتفسير استخدامها في مجال معين، تقديم الحلول المبنية على المعرفة والخبرة للمشاكل المعقدة في زمن قياسي، مع النظر إلى المشاكل من زوايا متعددة. ثالثا، تحقيق المشاركة الإنسانية في الاستفادة من الخبرات البشرية النادرة، وذلك بتوفير هذه الخبرات في أكثر من مكان وفي وقت واحد. رابعا، القدرة على شرح أسباب أخذ الحلول المقترحة، وهذه من أهم الفوائد للنظام. خامسا، القدرة على استخلاص الاستنتاجات من قواعد معينة للتصرف ومن علاقات معقدة. سادسا، القدرة على التعامل مع المعلومات الناتجة من النظام. سابعا، القدرة على التصرفات الذكية، مثل اقتراح أفكار ومداخل جديدة لحل المشاكل بناء على معلومات معينة. أن بالإمكان استخدام النظم الخبيرة في كل الحقول والمجالات، إلا أن هذا الاستخدام ما زال محدود. ليش؟ أولا، لارتفاع تكاليف تطوير النظم الخبيرة، صعوبة الاستخدام وصعوبة تحديث النظم الخبيرة وصناعة النظم الخبيرة. إذن بالإمكان استخدام النظم الخبيرة في كل الحقول والمجالات، إلا أن هذا الاستخدام ما زال محدودا نظرا لارتفاع تكاليف تطويره وصعوبة استخدامه وتحديثه وصناعته. أيضا، لاستخدام النظم الخبيرة فوائد في التنظيمات الإدارية، خصوصا في العمليات التالية: أولا، وضع الأهداف الاستراتيجية، حيث أن النظم الخبيرة
تمكن من اقتراح الأهداف الاستراتيجية مع بيان أثرها على موارد المؤسسة. وهذه من أهم الأعمال الإدارة العليا، فهذه الأهداف تمثل المسار العام لجميع أنشطة المؤسسة، مثل الفرص التسويقية، قوة المنافسة، قوة المؤسسة. إذن لاستخدام النظم الخبيرة فوائد في التنظيمات الإدارية، خصوصا في العمليات التالية: أول شيء، وضع الأهداف الاستراتيجية، فهي تمكن من اقتراح الأهداف الاستراتيجية مع بيان أثرها على موارد المؤسسة. وهذه من أهم أعمال الإدارة العليا، فهذه الأهداف تمثل المسار العام لجميع أنشطة المؤسسة، مثل الفرص التسويقية، قوة المنافسة، قوة المؤسسة. أيضا التخطيط، التصميم، صنع القرارات، الفحص والمتابعة. أيضا تستخدم النظم الخبيرة في كثير من المجالات العسكرية والمدنية، وفي مجالات عديدة مثل المجال الطبي، الاتصالات، التخطيط المالي طويل الأجل. نأتي الآن للحديث عن نظم الذكاء على أساس الحالات. تستخدم نظم وتقنيات التفكير الذكي على أساس الحالات لتقديم حلول سريعة من خلال الاعتماد على قدرة إدراك حالات عملية سبق تخزينها في النظام ولها علاقة بالمشكلة موضوع الدراسة الحالية. إذن تستخدم نظم وتقنيات التفكير الذكي على أساس الحالات لتقديم حلول سريعة من خلال الاعتماد على قدرة إدراك حالات عملية سبق تخزينها في النظام ولها علاقة بالمشكلة موضوع الدراسة أو موضوع القرار. وتسمى هذه التقنية أيضا بالذكاء التنظيمي، وذلك لأنها تتعاطى مع المعرفة والخبرة المتراكمة في المنظمة، وتعمل على اكتسابها وخزنها واستثمارها لاحقا من خلال دعم القرارات الإدارية. أي أنها تتعامل مع الذكاء التنظيمي وليس مع معارف وخبرات ومهارات الخبراء من الأفراد العاملين في حقل اختصاص معين. إذن تستخدم نظم وتقنيات التفكير الذكي على أساس الحالات لتقديم حلول سريعة من خلال الاعتماد على قدرات إدراك حالات عملية سبق تخزينها في النظام ولها علاقة بالمشكلة موضوع الدراسة. أيضا تسمى هذه التقنية بالذكاء التنظيمي، ليش؟ لأنها تتعاطى مع المعرفة والخبرة المتراكمة في المنظمة، وتعمل على اكتسابها وخزنها واستثمارها لاحقا من خلال دعم القرارات الإدارية. أي أنها تتعامل مع الذكاء التنظيمي وليس مع معارف وخبرات ومهارات الخبراء من الأفراد العاملين في حقل اختصاص معين. فإذا كانت النظم الخبيرة تعمل على اكتساب وخزن معرفة الخبراء، فإن نظم إدراك الحالات تعمل على استقطاب المعرفة التنظيمية التي يتم تمثيلها في هذه النظم بحالات عملية وتجارب سابقة، تعبر أيضا عن معارف وخبرات الأفراد العاملين في المنظمة وأساليب معالجتهم للمشاكل التنظيمية. إذن فإذا كانت النظم الخبيرة تعمل على اكتساب وخزن معرفة الخبراء، فإن نظم إدراك الحالة تعمل على استقطاب المعرفة التنظيمية التي يتم تمثيلها في هذه النظم بحالات عملية وتجارب سابقة، تعبر أيضا عن معارف وخبرات الأفراد العاملين في المنظمة وأساليب معالجتهم للمشاكل التنظيمية. الآن نأتي للحديث عن الوكيل الذكي. الوكيل الذكي هو أحد تطبيقات التنقيب عن البيانات من شبكة الإنترنت أو من قواعد بيانات من شبكة الإنترنت أو من قواعد بيانات الإنترنت. ويعمل الوكيل الذكي من خلال حزمة برمجية تقوم بتنفيذ مهام محددة أو واجبات ذات طبيعة متكررة أو تنبؤية للمستفيد، ولدعم نشاط أعمال أو تطبيقات برامج أخرى. إذن الوكيل الذكي هو أحد تطبيقات التنقيب عن البيانات من شبكة الإنترنت أو من قواعد بيانات الإنترنت. سابقا حكينا عن تطبيق البيانات وقلنا إنه هي عملية التفتيش والبحث عن المعرفة من البيانات المكدسة داخل الداتا ويرهاوس. أيضا يعمل الوكيل الذكي من خلال حزمة برمجية تقوم بتنفيذ مهام محددة أو واجبات ذات طبيعة متكررة، يعني تحصل بشكل روتيني أو تنبؤية للمستفيد،
ولدعم نشاط أعمال أو تطبيقات برامج أخرى. وبإمكان الإدارة الإلكترونية برمجة الوكيل الذكي لصنع قرارات بالاستناد على أولويات أو خيارات تحدد من قبل مين المستفيد، بالإضافة إلى قدرة برامج الوكيل الذكي على تنفيذ مهام وواجبات أكثر تعقيدا وأهمية في مجالات الأنشطة الإدارية. وفي الغالب تستخدم الإدارة الإلكترونية برامج الوكيل الذكي للتخفيف من أعبائها ولضمان الاستجابة السريعة لطلبات العملاء أو لاستقبال رسائلهم الإلكترونية وملاحظاتهم على جودة منتجات وخدمات المنظمة. إذن بإمكان الإدارة الإلكترونية برمجة الوكيل الذكي لصنع قرارات بالاستناد على أولويات أو خيارات تحدد من قبل المستفيد، بالإضافة إلى قدرة برامج الوكيل الذكي على تنفيذ مهام وواجبات أكثر تقييدا وأهمية في مجالات الأنشطة الإدارية. وفي الغالب تستخدم الإدارة الإلكترونية برامج الوكيل الذكي للتخفيف من أعبائها ولضمان الاستجابة السريعة لطلبات العملاء أو لاستقبال رسائلهم الإلكترونية وملاحظاتهم على جودة منتجات وخدمات المنظمة. نأتي الآن للحديث عن الشبكات العصبية، والتي تعتبر من أهم الخوارزميات الذكية المستخدمة هي وشجرة القرار في تحسين القرارات الإدارية. إيش هي الشبكة العصبية؟ تعتبر الشبكات العصبية هي وأشجار القرار من أهم تقنيات التنقيب في البيانات، نظرا للنتائج الدقيقة التي يتم التوصل إليها باستخدام هذه الخوارزميات، ولإمكانية تطبيقهما في حل العديد من المشاكل وبكافة الأنواع. هذا بالرغم من صعوبتهما والتي أدت لعدم الانتشار بشكل واسع لهما. خوارزمية الشبكة العصبية تشبه في تركيبها تركيبة مخ الإنسان، فهي تعمل بنفس الطريقة كما يعمل مخ الإنسان في نقل ومعالجة المعلومات والتوصل إلى الاستنتاجات واستكشاف الأنماط والتنبؤات، ونستطيع من خلالها تطبيق بعض ما يطبق المخ الطبيعي، رغم أن العلماء لا يزالون حتى اليوم يستكشفون المزيد ولم يلموا بكامل أو بكل تفاصيل عمل المخ الإنسان. إذا مثل ما حكينا إنه الشبكة العصبية الذكية أو النيورال ارتفيشال نيورال نتورك من أهم الخوارزميات الذكية المستخدمة في تحسين اتخاذ القرارات الإدارية. مثال تطبيق للشبكات العصبية يمكن استخدامها من خلال، ممكن يكون في عندنا شركة والشركة هاي بتشتغل في مجال مشاريع معينة. الآن ممكن إنه الشركة تستفيد من خبرتها في المشاريع السابقة والبيانات للمشاريع السابقة وتجربتها من المشاريع السابقة في اتخاذ أو تبني المشاريع الجديدة. كيف؟ من خلال تخزين البيانات السابقة للمشاريع السابقة، إيش النتائج اللي ترتبت على هاي البيانات؟ هل تم تحقيق الأهداف الربحية للمنظمة؟ هل تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ولا لا؟ بناء عليها من دخل البيانات السابقة هذه، ومنجيب البيانات الجديدة للمشاريع الشركة مقبلة عليها، والنيورال نتورك تمتلك القدرة إنها تتنبأ هل هذه المشاريع راح تحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة أو مش راح تحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. المشاريع المقبلة عليها هاي المؤسسة راح تكون مشاريع تحقق القيمة الربحية للمنظمة أو راح تكون مشاريع بتحقق خسارة للمنظمة. هذا من التطبيقات اللي بتم استخدام الشبكة العصبية فيها أو الارتيفيشال نيورال نتورك. شجرة القرار. شجرة القرار هي نموذج استكشافي يظهر على شكل شجرة كما يعبر اسمها، وبشكل دقيق يمثل كل فرع من فروعها سؤالا تصنيفيا، وتمثل أوراقها أجزاء من قاعدة البيانات تنتمي للتصنيفات التي يتم بناها. أيضا تستخدم شجرة القرار، خلينا نقول، لتقليص عينة البحث. يعني خلينا نفرض أنه عندنا قواعد بيانات كبيرة الحجم، شجرة القرار تمتلك القدرة من خلال شكلها، من خلال مكوناتها اللي هي بتتكون من العقد، بتتكون من الأسئلة الشرطية، على الوصول للهدف بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف. الآن نأتي للحديث عن شبكات الحاسب الآلي. شبكة الحاسب الآلي هي منظومة من أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وأجهزة الربط المتصلة فيما بينها بأحد وسائط نقل البيانات.
إذن شبكة الحاسب الآلي هي منظومة من أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وأجهزة الربط المتصلة فيما بينها بأحد وسائط نقل البيانات. طيب، شو الاستفادة من شبكات الحاسب الآلي؟ الأهداف التالية: أولاً، تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات أو الأجهزة في مواقع مختلفة بسرعة وكفاءة. مشاركة مستخدمي الشبكة في مصادر المنشأة الموحدة كقواعد البيانات الموحدة والأجهزة والطابعات المركزية. تقليل تكلفة الحصول على برامج وأجهزة معالجة البيانات من خلال الاستخدام المركزي والموحد لموارد المنشأة عالية الكلفة. تحكم مركزي في الأجهزة والمعلومات والمستخدمين. إذن من الأهداف اللي بتتحقق من خلال شبكات الحاسب: أولا، تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات أو الأجهزة في مواقع مختلفة بسرعة وكفاءة. مشاركة مستخدمي الشبكة في مصادر المنشأة الموحدة كقواعد البيانات الموحدة والأجهزة والطابعات المركزية. مثال: الآن ممكن يكون في عندي أوفيس أو مكتب معين في 6 أو 7 موظفين. هلأ مش بالضرورة إنه كل موظف يكون في عنده آلة طابعة، ممكن أجيب آلة طابعة واحدة وأشبك من خلال شبكة الحاسب، أشبك ال5 موظفين أو ال10 موظفين الموجودين ضمن نفس المكان على آلة طابعة واحدة، فبالتالي أنا بكون وفرت 9 طابعات. أي واحد بده يطبع من خلال شبكة الحاسب بيطبع على نفس الآلة الطابعة الموجودة. تقليل تكلفة الحصول على برامج وأجهزة معالجة البيانات من خلال الاستخدام المركزي والموحد لموارد المنشأة عالية الكلفة. تحكم مركزي في الأجهزة والمعلومات والمستخدمين. الآن نأتي للحديث عن بنية شبكات الحاسب الآلي. ما المقصود ببنية الشبكات؟ بنية الشبكة هي هيكلية الشبكة التي تنتج عن الطريقة التي يتم بها ربط الأجهزة باستخدام الوسط الناقل مثل الكيبلات. يعتمد اختيار بنية شبكة الحاسب الآلي على معايير هامة تتلخص فيما يلي: أولا، نوع أجهزة الربط والكيابل المتوفرة والتي تحتاجها الشبكة، خصائص هذه الأجهزة والكيابل من حيث السرعة والمسافة التي تغطيها دون الحاجة إلى إعادة الإرسال، نمو الشبكة في المستقبل. في عندنا خطة مستقبلية لتطوير هذه الشبكة؟ إذا في عندنا خطة مستقبلية فبالتالي في عندنا معايير لازم تؤخذ في الحسبان. أدوات إدارة الشبكة المستخدمة. إذا يعتمد اختيار بنية شبكة الحاسب الآلي على معايير هامة تتلخص فيما يلي: نوع أجهزة الربط والكيابل المتوفرة والتي تحتاجها الشبكة، خصائص هذه الأجهزة والكيابل من حيث السرعة والمسافة التي تغطيها دون الحاجة إلى إعادة الإرسال، نمو الشبكة في المستقبل، أدوات إدارة الشبكة المستخدمة. هناك أنواع رئيسية من شبكات الحاسب. عندنا أولا البنية الخطية، البنية النجمية، البنية الحلقية، البنية النجمية الشجرية. نشوف شو الفرق. لازم انه نعرف هذول ال4 انواع اللي هي البنية الخطية، النجمية الحلقية، النجمية الشجرية. لازم نعرف شكل كل واحد منهم وشو اللي بيميز، شو ميزات وعيوب كل بنية منهم وشو الفروقات بيناتهم. البنية الخطية: في هذه البنية يتم ربط جميع الأجهزة بخط كيبل ناقل واحد، ومن هنا جاءت التسمية. لاحظوا شوفوا الأجهزة، جميع الأجهزة الموجودة في هذا الشكل مرتبطة بكيبل واحد، هذا الكيبل الرئيسي اللي هو كيبل البيانات المشتركة، باستخدام أداة ربط خاصة تكون على شكل T. هون بتكون أداة الربط في هذا المكان. لاحظوا أنه في عنا تقريبا 3 أجهزة، وفي عنا آلة طابعة، وفي عنا اللي هو قواعد البيانات لهي الأجهزة، كله موجود على نفس الكيبل. إذا البنية الخطية: في هذه البنية يتم ربط جميع الأجهزة بخط ناقل واحد باستخدام أداة ربط خاصة تكون على شكل حرف تي. طيب، شو ميزات وشو عيوب هذه البنية؟ مميزات البنية الخطية: أول شيء انخفاض التكلفة وسهولة التركيب. لكن عيوب البنية الخطية: إذا تعطل أي جهاز في هذه الشبكة يعطل الشبكة كاملة. يعني إذا تعطل الجهاز اللي هون تتعطل كل الأجهزة، مش بس أجهزة الحاسب، كمان الآلة الطابعة والأجهزة الأخرى اللي بتكون مشبوكة على نفس إيش الكابل. قطع الكابل الرئيسي للشبكة يؤدي إلى تعطل الشبكة بالكامل. يعني إذا تعطل هذا الجهاز رح تعطل كل الأجهزة. أيضا إذا صار في قطع لهذا الكابل كل الأجهزة المتصلة على هذا الكابل رح تتعطل.
صعوبة تحديد مكان العطل بسبب ربط كل الأجهزة، كل جهاز بالكابل المشترك مباشرة. إذن من مميزات البنية الخطية انخفاض التكلفة، سهولة التركيب. لكن من عيوب البنية الخطية عطل أي جهاز على هذه الشبكة يعطل الشبكة كاملة. أيضا قطع الكابل الرئيسي للشبكة يؤدي إلى تعطل الشبكة بالكامل. ثالثا صعوبة تحديد مكان العطل بسبب ربط كل جهاز بالكابل المشترك مباشرة. البنية النجمية، في هذه البنية يتم ربط جميع الأجهزة بمجمع مركزي بحيث يتصل كل جهاز على الشبكة بكيبل منفصل بالمجمع المركزي. لاحظ هون هذا السويتش أو الهب خلينا نسميه، هذا هو المجمع المركزي واللي من خلاله بتتصل عليه الأجهزة كلها. بنلاحظ أنه كل جهاز متصل من خلال بورت معين. طيب إيش ميزات الشبكة أو إيش ميزات البنية النجمية؟ عطل جهاز أو أكثر لا يؤثر على باقي الأجهزة. ليش؟ لأنه لكل واحد في كيبل معين، إذا تعطل هذا الجهاز ما في ضرر، لأنه هذا المغذي الرئيسي اللي هو الهب المجمع المركزي، هذا هو المغذي الرئيسي من البيانات للأجهزة الموجودة. عطل كيبل أو أكثر يؤدي إلى تعطيل الجهاز المتصل به فقط، يعني إذا تعطل هذا الكيبل مين بتعطل؟ بتعطل بس هذا الجهاز، بس ما بتتعطل باقي الأجهزة. إذا عطل كيبل أو أكثر يؤدي إلى تعطيل الجهاز المتصل به فقط ولا يؤثر على باقي الشبكة. يمثل المجمع المركزي نقطة تحكم واحدة مركزية ويتم من خلالها التحكم في الشبكة وإدارتها. سهولة التوسع المستقبلي للشبكة، فلإضافة حاسب آلي جديد فإننا نحتاج فقط إلى منفذ خالي في المجمع المركزي وكيبل من الجهاز الجديد إلى المجمع المركزي. يعني هون ممكن يكون عندنا عبارة عن 7 مداخل من خلالها ممكن إنه إحنا إيش نضيف أيضا جهاز جديد على الشبكة. من عيوب البنية النجمية التكلفة العالية مقارنة بالبنية الخطية لحاجتها إلى كمية كابل أكبر أو أكثر. عطل المجمع المركزي يسبب تعطل كامل للشبكة. بحال واحد تعطل الشركة إذا تعطل هذا المجمع المركزي اللي هو الهب أو السويتش. إذن من مميزات البنية النجمية عطل جهاز أو أكثر لا يؤثر على باقي الأجهزة. عطل كيبل أو أكثر يؤدي إلى تعطيل الجهاز المتصل به فقط ولا يؤثر على باقي الشبكة. يمثل المجمع المركزي نقطة تحكم واحدة مركزية ويتم من خلالها التحكم في الشبكة وإدارتها. سهولة التوسع المستقبلي للشبكة، فلإضافة حاسب آلي جديد فإننا نحتاج إلى منفذ خالي في المجمع المركزي وكيبل من الجهاز الجديد إلى المجمع المركزي. لكن من عيوب البنية النجمية التكلفة العالية مقارنة بالبنية الخطية لحاجتها إلى كمية كابل أكثر. عطل المجمع المركزي يسبب تعطل كامل الشبكة. نأتي للحديث عن النوع الثالث اللي هو البنية الحلقية. في هذه البنية يتم ربط كل جهاز مع الذي يليه بواسطة كابل. شوف الشكل، شوفوا كل جهاز مرتبط مع الشكل الذي يليه بواسطة كابل واحد مشترك. الكابل هذا بمر على كل الأجهزة، يعني ما في جهاز له كابل منفصل، ويتم ربط الجهاز الأخير مع الجهاز الأول لتشكيل حلقة من الأجهزة. إذن في هذه البنية يتم ربط كل جهاز مع الذي يليه بواسطة كابل واحد مشترك، ويتم ربط الجهاز الأخير مع الجهاز الأول لتشكيل حلقة من الأجهزة. من عيوبها ومن ميزاتها، الميزات تحتاج إلى كمية أقل من الكيبلات مقارنة مع البنية النجمية. لكن من عيوبها، ولاحظ أن عيوبها أكثر من ميزاتها، في حالة حصول قطع في الكيبل تتوقف الشبكة عن العمل. يعني بأي مكان بيصير في قطع للكيبل راح تتوقف كامل الشبكة. في حال حصول عطل في أحد الأجهزة تتوقف الشبكة عن العمل، لا تتوفر بسرعات عالية. إذن ميزات البنية الحلقية وعيوب البنية الحلقية. أولا من ميزاتها تحتاج إلى كمية أقل من الكيبلات مقارنة مع البنية النجمية. من عيوبها في حال حصول قطع في الكيبل تتوقف الشبكة عن العمل. في حال حصول عطل في أحد الأجهزة تتوقف الشبكة عن العمل أيضا، لا تتوفر بسرعات عالية.
الآن نأتي للحديث عن البنية النجمية الشجرية. في هذه البنية يتم تجميع الأجهزة في مجموعات من البنيات النجمية، ثم ربط هذه البنيات النجمية على شكل شجرة. هذا الشكل الذي يمثل البنية النجمية الشجرية. البنية النجمية الشجرية هذه البنية الأكثر الأنواع انتشارا وأحدثها استخداما بين المؤسسات، وإذا تعطل أحد المجمعات المركزية فإنه ينحصر أثره على الشجرة الفرعية المرتبطة به، ولن يكون هناك تأثير على باقي الشبكات الفرعية. نعطيكم مثال، خلينا نفرض أنه هذا المجمع المركزي بغذي قسم التسويق، إذا صار في عطل هون أو إذا صار في عطل في هذا المجمع المركزي راح يصير في عطل في قسم التسويق، لكن قسم المبيعات، قسم المحاسبة، قسم الإدارة ما راح يصير في إيش أي نوع من الأعطال. إذا هذه البنية الأكثر أنواع انتشارا وأحدثها استخداما، وإذا تعطل أحد المجمعات المركزية فإنه ينحصر أثره في الشجرة الفرعية المرتبطة به فقط، ولن يكون هناك تأثير على بقية الشبكات الفرعية. وبهيك بنكون خلصنا اللي هي المحاضرة 14. بشكركم على حسن الاستماع، وبتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.